لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعتي يا ست نطرة، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. اه حكيم، انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه، مرات خميسه فندينا؟ لا دي مرات خاله. لا يا شيخه. ايوه، وعينها لايدة عليه وبتجري وراه بالحنجر والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. امال ايه يا ست نطره اللي بيجيبها عندي؟ وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاكي بعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجيت للجري. حكيم حنتومه سقسقه، تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي، بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده، اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمة دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطرة ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عناية يا حنتومة. شاطرة يا حنتومة، لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه، وماليش سكك تانية. لغيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومة والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه، ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه، وشوق عاوزة ايه من المطرة، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مرة. تمام يا باشا، انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا وليه، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. انت قلت لي اسمها ايه يا علي؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شوق عند مطرة؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع معلومة من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحدة، لو بقت معانا تبقى كملت الدايرة. مين دي؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. مفيش فايدة، كل ما لمها تفرط من ايدي. اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت دلوقتي الكلام ده انا فيا اللي مكفيني. يا اخويا لما انت فيك حيل تخرج مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسه، ولا هي يعني الكحكه في ايد اليتيم عجب؟ ما تفوريش دمي يا بت، ما تفوريش دمي، انا على الاخر. خلاص يا معلم، حقك عليا، الدكتور قال الحمقى مش حلوه علشانك صحتك. سلام انكم نسوان، اتلم في ليلتك السودا دي احسن لك. حقك عليا يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ اتجننت يا بنت؟ ايه ده؟ يا بنت؟ ايه؟ بقول لك انا فيا اللي مكفيني، ايه بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله، امال اعمل ايه يا الله؟ طب اعملي مره كمان كده. يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حامل. لا طب تمام. يا جميل عليك. اوبا شيش جهار. الله ما تلعب. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. الف حمد والف شكر ليك يا رب، الف حمد والف شكر. انت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ لا انا قصدي كده، ما بحبش اشوف الرزق قدامي وما احمدش ربنا. طبعي بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا.
مش كده؟ ايه الحلاوة دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكرة أنا عارفة كل حاجة، وعارفة أنت بتشتغل في إيه وأبويا بيعمل إيه، بس أنا بقى برمي كل حاجة ورا ظهري، بقول أنا مالي. عين العقل، عين العقل، الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ أنا ما عنديش اللي أخاف عليه، عندي كل حاجة كده طياري، حتى روحي. أنا أمي ماتت، هخاف على إيه بقى؟ إيه السواد ده؟ إيه الوش الغريب ده؟ أنا ما عنديش وش تاني أعيش بيه. طب بقول لك إيه؟ ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا. عايزين ننجز بقى. نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الأول؟ نتفق، أسمع ونتفق. أنا عندي شوية شروط كده. شوية شروط؟ لا، هما ثلاثة. على البركة. أنا قلت لك إن أنا برمي كل حاجة ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات معرفش أسامح فيهم. أولهم إنك تتجوزني صفقة، التانية بقى إنك تكذب عليا، أما التالتة الخيانة. إيه ده؟ ما أنت ناصح أهو، وعايزك تبقى متأكد إنك لو خنتني أنا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. إنما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طالبنك يا معلم؟ هو ده طرحك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه، وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف وتسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل، ودم الشهيد راح حضر. قلت بالزهر يا مطرة. مطرة مش غلطانة يا معلم، مطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه، بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا بالانسناء. اسكت اسكت اسكت، انا عمري ما نسيت اخوك يا براءة، ولا عمري دم ابني هيروح حاضر يا مطر. اذا كان كل واحد فيكم نصيبته في ايراد، فانا بصوتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم ان حد فيكوا يفكرني بيه، ولا انا عمري حنسى عشان حد يفكرني. طاروا طاروا في رقبتي الاخر نفس.